إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. فاكر أيام زمان لما كنا صغيرين، صحاب أهل وجيران كل يوم متجمعين، واللمة الحلوة والعزوة والفرحة جوا قلوبنا. يلا هنعيد الذكريات ومعاكم مكملين. جوا أوضة صغيرة قدامنا شاشة منورة ومذيعة زي السكرة بتسلم على كل القاعدين. نغرب كان بيبقى بينا مبسوطين والخير ما بينا، هنعيده من تاني مع مذيعة برنامج قديم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فزورة جديدة من فوازير مذيعة في برنامج قديم مع رندا شحاتة. يا مين يرجعنا لزمان وليالي زمان وبرامج زمان الحلوة. زمان كلنا كنا عايشين نفس الحياة، نفس الروتين، بنتفرج على نفس القنوات. التلفزيون من أول ما بدأ إرساله سنة 60 وهو بيأثر على وعي أجيال كاملة. التلفزيون التلفزيون بقى في بلدنا حاجة عظيمة، كل صحافة وعلم وفنون مثل دبان زي السيما. كان وجود الأسر المصرية قدام التلفزيون طقس يومي مقدس، اتربينا على ثقافته وارتبطنا بمذيعينه وبرامجه وسهراته. ويا على مشاعر الزعل والإحباط لما النشيد الوطني يقطع علينا الإرسال وينتهي. فاكر أيام زمان لما كنا صغيرين، صحاب أهل وجيران كل يوم متجمعين، واللمة الحلوة والعزوة والفرحة جوا قلوبنا. يلا هنعيد الذكريات ومعاكم مكملين. جوا أوضة صغيرة قدامنا شاشة منورة ومسيعة زي السكرة بتسلم على كل القاعدين. نغرب كان بيبقى منك مبسوطين والخير ما بينا، هنعيده من تاني مع مذيعة برنامج قديم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فزورة جديدة من فوازير مذيعة في برنامج قديم مع رندا شحاته.